السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة. إن شاء الله النهاردة هنوريكم طريقة زراعة الصبار. طبعا دي زي ما احنا عارفين ليها سنة من غير ري أو أي حاجة قدامنا، فاحنا حابين نستغلها ونشتل منها. فهيتم دلوقتي قطع الشتلات دي، هي فيها شتلات كتير ممكن نزرعها. فهنبدأ عجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.